بالمهدي بالمهل ونتعرف على النتيجة. اتحاد بالعباس المنهزم في الجولة السابقة استقبل أولمبي المدية المتعثر هو الآخر على أرضية ميدانه، والدخول المباشر في المقابلة لتجاوز آثار الهزيمة لكلا الفريقين، خاصة الاتحاد المحلي المستفيد من عاملي الجمهور وأرضية الميدان الذي جسد هذا الاتجاه بهجمة قادها اللاعب خالي وبمبادرة جريئة تمكن من فتح باب التسجيل في الدقيقة 10 من اللقاء. الفرحة العباسية لدى الأنصار لم تدم طويلا، إذ استطاع الزوار من خلال المهاجم شخريط من تعديل النتيجة بكرة تجاوزت الشبكة ذات الفجوة، وهذا بعد مرور 13 دقيقة من المقابلة التي شهدت بعد تعديل النتيجة استمرار المحليين في بناء هجمات لم ترقى إلى المجهود الذي أظهره مهاجم أبناء المدرب حموش الذين أضافوا الهدف الثاني في الدقيقة 36، وقعه نفس اللاعب شخريط صاحب الثنائية في هذا اللقاء. في الشوط الثاني وبعد مضي 60 دقيقة من اللقاء، حارس مرمى المدية شيكر ينقذ مرماه، ورغم استنجاد مدرب اتحاد بالعباس بوعكاز بالقائمة الاحتياطية إلا أن هذا التغيير لم يأتي بجديد في النتيجة التي بقيت على حالها إلى آخر صافرة السيد الحكم بن برام.